معك في اللين والشدة ومن حلمه بدون حدود بنا رغم الوجع مجدة معك يا صاحب المجهود معك في اللين والشدة ومن حلمه بدون حدود بنا رغم الوجع مجدة وما دام الأمل موجود وعزمك ما خلف وعده بتقدر تبلغ المقصود مهما طالت المدة وما دام الأمل موجود وعزمك ما خلف وعده بتقدر تبلغ المقصود مهما طالت المدة يوم جاء إلى المدينة كانت المخاوف تسكنها وخلف كل باب يفتح تظهر بندقية لكن وجدي ذا 12 سنة كان قد قرر مع والدته أن تصبح عدن مستقرا لهما رغم ما تعانيه. أمي فلسطينية وأنا جيت بال 85 يعني بعد حرب 13 يناير جيت لعدن وامي متجوزه يعني يمني وعايشين هنا وانا استقريت وعمي زوج الوالده يعني هذا البيت بيته صرف له وانا اعطاني هذه الارضيه وبنيت بيت صغير متواضع الحمد لله رب العالمين. كنت اشتغل سائق وعلى اساس انا موظف بالاسكان وبعدين اتضح انه مش موظف بالاسكان. الله يرحم وزير الاسكان محمد احمد سلمان هو اللي جابنا لليمن واستقرينا بعدن ومات وراح شغلي وانا على باب الله على السياره طلب على نشتغل تاكسي. بسم الله بيني وبينك لانه يعني انا قدمت كم من شغل حاولت اوصل لشغل لما يشوفوا عندي معوق ما يرضوا يشغلوني رجعت اضطريت ان اتعلم السواقه ومع انه عندي شلل برجلي اليمين شلل اطفال وحاولت لما يعني اصريت على السواقه واغلب اطلب لقمه العيش من عبر السياره عبر شغل السياره ومع معرفتي الناس وهذا يعني اشتغل اطلع مصروف الجهال معاملات اي واحد معه معامله اعمل له مع معامله مثلا تخليص جمارك اخلص له اروح اخلص له مع معامله بالاسكان اخلص يعني اطلع مصروف الحمد لله رب العالمين. كانت لدى وجدي مهام عده اهمها البحث عن عمل بقدم لا تساعده كثيرا على السير وايضا ان يصبح جزءا من المدينه ويمد فيها يدا لمصافحة كل وجه جديد ليتخذه صديقا له. ايوه معك. لفين؟ على طول الان بجي لك. Hey,
السلام. حي حي حسين، كيف حالك؟ الحمد لله. السلامة. الله يسلمك. ايش اخبارك؟ كيف الدنيا؟ والله الحمد لله. الله يعطيك العافية. كيف اخبار الاولاد؟ ما شاء الله الحمد لله تمام. المدارس كيف؟ لفين رايح؟ كريتر. كان معي سيارة شفرليت، وبعدين الزوجة انا تولد طبيعي، وبعدين اجوا قالوا لازم تعمل عملية، ورجعنا اصري قالوا القاه الكبير لازم تعمل عملية، ورجعت بعت السيارة عشان اعمل عملية للزوجة. وبعد ما اشترى السيارة بعد من ناس واحد يعطيني، في واحد اعطاني السيارة جزاه الله خير، واحد بيت من الشيخ عثمان قبل السيارة اطلب الله في به، وجلست معي تقريبا سنتين، ورجعنا بعناها. بعتها بسبب ظروف انه ما فيش لقمة العيش، ودخلت بفترة ديون، وبعتها اسدد ديون واصرف على البيت فيه منها. على جنب على جنب وقدي هنا بس. الله يعطيك العافية، شكرا. ورغم تغير ظروفه وما حدث له، لكنه لم يتخلى عن هوايته في المدينة الساحلية قليلة الأشجار، وظل متمسكا بما اعتاد عليه. وكلما ذبلت زهرة حول بيته ذهب باحثا عن زهرة جديدة. انا عندي اعاقه شلل الاطفال، هذه شلل الاطفال تجي من الصغر، يعني بصغري انا صغير كان في عندي مرض الحمى، وما قدروا يلقحوني بالشلل الاطفال لانه كنت مريض انا صغير، وبعدين ما لقحوني بسبب ان ما تلقحت وقع لي شلل الاطفال، يعني شلل الاطفال من صغري. وبعدين في واحد دكتور الله يسهل عليه قال انه الان شلل الاطفال تطور له علاج وهذا، وحاول وعمل لي عمليه وعمليه ثانيه 12 عمليه، والآن أتكلم على العمليات وكسر العظم وهذا عمل التكلس، ما أقدر أدعس على رجلي الآن، زي مشيت مسافة 20 متر 15 متر رجلي بتورم، يعني في مكلس العظام بسبب العمليات اللي عملت 12 عملية وما ولا عملية نجحت، والحمد لله رب العالمين ماشي علينا. ربي بعث لي هذه الإعاقة نعمة بالنسبة لي، لأنه لما أروح أي مكان أعامل أي مكان يعني يتعاونوا مع الناس، لما أروح مثلا أجيب حتى نيد الغاز دبة الغاز، لما أجيب دبة الغاز يعني ألاقي أولاد الحلال يحملوا لي إياها، يعني أنا أشوفها نعمة ومرتاح فيها والحمد لله رب العالمين. أحب الزراعة،
يعني شوف بيتي انا مضيق لبيتي ضيقت عليه عشان ايش الطبيعه. هون بعدنا الان منطقه حاميه وواصل تطفي الكهرباء، لما تطفي الكهرباء نطلع نعود بالحوش. وجدي الفلسطيني يعني شخص بسيط مكافح، يعني يعون اسره من تكون 5 افراد. وجدي الفلسطيني ابو وصفي يعني بالنسبه لي مشجار، وبالنسبه الاخ والاخ الكبير العزيز علي بصراحه يعني ما قد يعني يوم جرحني او يوم يعني اساء لي او انه يتعامل معي حتى كشخص قريب او جار او شيء، مع مثل انه هو يعني معامله الاخ لاخوه بصراحه، من الاخ الكبير للاخ الصغير. وضع وجدي يعني فيما قبل 2010 2011 قبل الثوره وقبل المشاكل وقبل هذه اسقاط النظام كانت اموره يعني ساتر الحال، يعني الحمد لله يعني كان معه بابور، يعني كانت اذا الواحد طلع مبلغ بسيط كانت تكفيه، الامور كانت سابره بصراحه. اذا الشخص يعني مبلغه كبير يعني محترم ما يكفيه، فكيف الشخص يعني الان اللي عيون اسرته بتكسب؟ يعني اذا حصل 5000 7000 ريال ايش تجيب؟ في يوم اشتغل 3 ايام 4 ايام ما يشتغلش. مواقفه مع الناس ودي يعني بصراحه ممتازه ورائعه ايضا، يعني يذهلك تشوف الشخص هذا البسيط وما تجي تشوف ايش وقفاته مع الناس وكيف يخدم الناس، فما اتوقعش اني حتى الشخص تقول له هذا ظروفه هكذا تستغرب. ايوه اقطع اقطع هذه شو الدود اللي فيها هذه، ايوه اقطعها. اي واحده تشوفها فيها دودي في نقطه سوداء خربانه. ايوه اقطعها. السلام عليكم. السلام. ايش من باصات كذا مناسبه تشوف للعمل؟ واحد بيشتغل بخط بيشتغل. في فوكسي معنا باصات مرغوبه للشغل، وفي تونسي وفي الدبابات الدهاتسو. طب ممكن تروينا يعني اشوف الباصات نظيفه؟ تعال اوريك. هذا في كمان معنا باص ثاني. هذا باص فوكسي يعني في ناس يشتغلوا به. معك يا التونسي هذا كله باص كبير يجيب 10 راكب. يعني واسع شكلك 10 راكب. صرفية البترول حطوه جديد. باص زي ما انت شايف يعني جديد ما شاء الله. متحمل القعد حق شقا وحق شغل. ما شاء الله. اطلع جرب السكنات اطلع بسكان. شوف هذا ما شاء الله الموجود. وبينما كان وجدي يكافح لمواجهة كل يوم على حدة، كان حيث الإنسان قد اختار طريقة تجعله يشعر بأمان افتقده منذ اضطر لبيع مصدر دخله الوحيد، وأتت اللحظة ليشعر أن هناك من فكر بأفضل وسيلة لجعله واقفاً بثبات إلى جوار أطفاله الثلاثة.
صاحب المجهود معك في اللين والشدة وملح المه بدون حدود بنا رغم الوجع مجده. هذا يعني هدية من البرنامج لجهودك ولخدمتك للناس والخير اللي تبذله مع الناس. الله عز وجل عوضك في هذا الباص إن شاء الله. الله يبارك لك الله. وعزمك ما خلف وعده بتقدر تبلغ المقصود مهما طالت المدة. وما دام الأمل موجود وعزمك ما خلف وعده بتقدر تبلغ المقصود مهما طالت المدة. يعني الفرحة ما مش عارف أوصف لك إياها. يعني شعر جسمي الآن لو يعني الشعر من نفسه بيقول لك لو بيقدر يتكلم من الإحساس. شعر جسمي كله وقع أش كلام أقدر أعبر لك عليه قلبي. الحمد لله رب العالمين صبرنا ولنا الحمد لله. يعني كم عدنا نحلم نملك باص عشان نطلب الله شكرا الحمد لله رب العالمين. نشكر الجميع نشكر على أي واحد ساهم بهذا الباص. الله يجزيكم كل خير ربنا يبارك لكم ويجازيكم على أفعال الخير كلها. الله يبارك لكم. ننسى الهم يوم راح ننسى القهر والقسوة ونحيي باللقاء أرواح معك خطوة على خطوة. وننسى الهم يوم راح ننسى القهر والقسوة ونحيي باللقاء أرواح معك خطوة على خطوة. نرمم حلمنا المكسور وننسى أيامنا المرة ونبني بالأمان يدور ما دامت لنا قوة.